السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. متنساوش تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا النجم لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله. كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى الزبدي بأن العلامة الصينية شيري للسيارات تحصلت على الرخصة المؤقتة الأولى للاستيراد بالجزائر. وكان الزبدي قد أشار إلى أنه سيتم تسليم 2 من الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات بداية من هذا الأسبوع، منها واحدة أسيوية وهي شيري والأخرى أوروبية ولم يذكرها، بالإضافة إلى رخصة مؤقتة لدراجة نارية من علامة أوروبية. كما ستحصل حصيلة الملفات الورقية بعد تسجيل على المنصة الإلكترونية بعد 12 ملف سيارات خلال الأسبوع الحالي. وتعد سيارات شيري كيوكيو شيري بصفة عامة من بين الأرخص سعرا مقارنة بباقي